في الأثناء أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أن مبررات عدم عودة النازحين انتهت، مشيرا إلى أن هناك عوائل تعيش بحالة مأساوية في مخيم النازحين بمحطة بلد، رغم أنهم يبعدون كيلومترا واحدا عن أراضيهم. وحكومة المحافظة وفرت جميع المستلزمات التي تحفظ الأمن في مناطقهم، مؤكدا أن صلاح الدين وأهلها لا يدافعون عن الإرهابيين بل عن الأبرياء فقط. اليوم أني أحكي على مناطق محددة بسليمان بيق أو بجنوب المحافظة. مشكلتنا الآن في شقين، الشق الأول هو استغلال الأراضي من قبل جهات تدعي إنها بالحشد، وهذا الاستغلال للأراضي هو اللي يمنع عودة النازحين. والشيء الثاني انه احنا اليوم المبررات الموجوده لعوده النازحين انتفت، يعني بالمحطه اكو 2000 عائله من الرفيعات، هذول العوائل يعني مشتتين، بس الموجود منهم بالمخيم 75 عائله. هذه العوائل تعيش بحالة مأساوية، تعيش بحالة عدم وجود كرامة، عدم وجود مدرسة، عدم وجود كهرباء، على أساس هم في مخيم ومخيمهم يبعد عن أراضيهم كيلومتر واحد، يعني هو يشوف القاع مالته بس ما يقدر يعبر عليها لأنه ممنوع. يعني احنا بالضفة الغربية والشرقية، احنا كان المبرر امني، دخلنا ويا قياده العمليات سامره، ودخلنا مع الحشد الشعبي اللواء 43 الموجود هناك، ودخلنا مع الشرطه وقالوا نريد كاميرات، ونريد ابراج، ونريد كرفانات، ونريد محولات واعمده حتى نامن المنطقه حتى يرجعون النازحين. المحافظه قدمت كل هذه الشغلات، قدمتها وموجودة الأبراج منصوبة. شنو اللي يمنع عودة النازحين؟ أنا مقتنع أن الناس لازم يرجعون، الناس يرجعون لأن هذا حقهم. يعني خوما إحنا اليوم منطقة ظل تشيل أعباء انتكاسة الدولة العراقية بال 2014، إحنا نظل نشيلها؟ يعني محافظة ما معقولة، ما معقولة. الأبرياء، الناس الأبرياء إحنا نسأل عليهم، ماكو يوم واحد من اهل صلاح الدين دافع عن مجرم، احنا ندافع عن الناس الابرياء. الناس هذول كانوا اولاد عز، ناس فلاحين عندهم اراضي، اليوم هم ناس مشردين. ما معقوله احنا نبقي ناس ينامون بالعراء وبالجوع، والله والله واحد عنده فكره امنيه ما يقبل، يقول مو هسه.